السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الأبرار الأخيار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة العزيزة والأحبة، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه المجموعة المباركة سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك المجموعة دار الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإخوة والأحبة في كافة المجموعات وفي كل مكان، تحية طيبة عطرة مباركة عليكم جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل لي لسان صدق على الاخرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. هايوم تاريم اسكيم بنيرا بجول بي موجو بي تدو بي لا بسني بي بي موجو بي تدو بي لا بسني بي دنتل من بركنجل دنتل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر يقول في الشيخ الجليل شيخ إبراهيم خليل الله ويا مسيد له كلن كري دنتل من دار الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر يقول في الشيخ الجليل الحجي سيبتو عثمان جيغو كنون كدي بندرا بجول بمجو بتدو بلا بسني بوان بي ادن داغل دنت من الاسلامي ينكوبي e kaltande sawtu mel yettoto on calminama on jurama on duwanama on barkinama on kofnama on nyaganama Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula de jomirado wadanto on kull al-khair wa an yujannibakum Allah jami'an kull ash-sharr etadon non insha Allah ta'ala jokkidi windande men edon gonno e salisul khulafa ar-rashidin ala wa huwa سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. بندرا بجول بموت بتد بلا بسنيبي بموت بتد بلا بسنيبي إذن جدي جكدي ويندن دمن حول هذا الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين ألا وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه. إن دمت نوما تقل دونات إيدين الإسلام إحاكو نشقاكو مكو إشاكتاكو مكو وما يارتن دوبي شبنتت ولا أبولدهم سيدة إجابدن ندانو سيدنا أبو بكر الصديق العتيق نونو ومو عند سيدنا عثمان كو جوم حق اللي كسلو باودو هبتندي هولكو وني غونغا اي فناندي وروي نون حق اللي انتاقل مكو كسلو ويما عن اوانا مجدو اوانا كدي جيبيدو اوانا ملك سادو عن كان نتو موجو كا جوم حق اللي كسلو اي عد هبتن هولكو وني غونغا اي فناندي ar nota da noddango burde winde salawatu rabbi wa salamuhu alayhi hetto ko halato ko ndew hetti
حال سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ناتي اندر بيرنا مكو اندي دوم نغوني غونغو وجبي نات دين الاسلام تشغال دو نات دين الاسلام كان كوني او فيتي جدال مكو اي كو جولبي الله نيير نوكو اي لب هفريبي كان كوني باب مكو ستمديدو لناني او نات دين الاسلام او نندران دوم جام او ودي فيري ها او تونغي سيدنا عثمان بن عفان o woni e allaji mabbe o tongitaambo so wana on jaba yaltude e deene mum keso mo naati o arta e deene waabiraabe maamiraabe sinna usman woodi e mangu allah o won tawrutade muk e kefereego o woni e mangu allah o meedata dalde sayyidina muhammadin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi tan to me makko ko yalla hoto yaaw ko mayde da bam mako ciwdo di he hayi o do kam hande fere ala e mudum ko pellidu ko den non o fellitu togidde mo sayyidna usman ibn affan jokki non hanti lappol mudum barkingol radiyallahu ta'ala anhu ko kam ke edi ferde e besgum makko o fayi etiopie afrique ko kam ke edi ferde ma sha allah eywa e galle makko o feri kadi madina kanka woni sahabi mo ganda hore ma o dani ural ferdetu habasha e ural ferdetu madinatul munawwara radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahaba dawnat idin alislam woni weltare julbe allah o mo jeyano e ben don be burde winder salawatu rabbi wa salamu alayhi weltinno ke be yimbe aljannaji sappo be setube adile mabbe كان أبو هدية رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة إن جمتي نوما خلق سابينو وتوتر نوك بيعة الرضوان أيوة والد الحديبية قرد من دير صلوات ربي وسلامه عليه وندي سيدنا عمر بن الخطاب قم نردمت مكة المكرمة ويوتد إمو بقرشي ينكوبي o andina be kambe de e be njide arde ngam wangaade suudu kaaba wana yidde habde mabbe kono sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ko gantindo e gantum ngandan da horo mako gantu gantinido o yimo ya rasulullah min kam mi wana nolaado mo ngandan da hore ma min pewdi tiidu e yettindi nolal ma e ben don hefere be wonno e be gandimi won ko woni kadi hakko non mabbe gañam tumago be kettota ko minisom yihi tonet tebe majjani kam e dum non puri handude mi e ngallon nulal ko sayyidna usman ibn affan ko ne burde wi der salawatu rabbi wa salamu alayhi jabi ko sayyidna umar ibn khattab labun mako redu onuli mu non to makkatal mukarrama ngam andinde be e be jogori arde tonete kon wana yidde habde e mabbe ko yidde tan anandi de wangaade suudu kaaba aywa ko jam tan addibe wala wol jam tan ko wana yidde habde e mabbe aywa ko dum sabi sayyidna usman o tawtara no ko bay'at ar-ridwan radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahaba en jangtino ma holko sabi kadi o tawtara ka wolde badr sabi dum ko urde bin jere salawatu rabbi wa salamu alayhi yamirmu yo jodo e ser tuddir mako bo sellana e dum don ma lomtu jihad mako fi sabilillah o jabi yamiro de burde bin jere salawatu rabbi wa salamu alayhi dum do sabi o tawtaraka walde badre kon non o dani baraji badri yankobe o dani kadi martaba bardi yankobe ha timmi kala ko dañaar hen ko de ngañaare burde wintere itti hen gedal mako ha timmi radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'is sahaba en dankino makan ka sayyidna usman o mo jayano e windonobe wahya e windonobe alquranul karim urnobe kade wabde jangude alquran e jangin celludo beldo o dañi na ngal don teddugal kanka sayyidna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu en dankino makadi sayyidna usman
alla in rokkuno mo galu o jettinon ko alla feccinum ko galu fof o wadi idina l'islam gam sembinde hen kongol la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko hebli jais al usra aywa nyade walde tabuk ma sha allah o hebli kono juube allah gila e jogitaare mabbe ha e ngura mabbe ha e ke e mabbentere mabbe fofof kanko sayyidna usman ibn affan kanko yeltino e jawdi makko radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahaba kunon kadi en dangtino mo ko kanko asno woyndu rawma ha but la winjere salawatu rabbi wa salamu alayhi duni mo hen aywa o wi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من حفر بئر روما فله الجنه قد بين ربينو كلا غسدو ويندو روما اون دي وودي نيمو الجنه ودي كانك سيدنا عثمان او سيتنا مكو نيدا الجنه لابي لابي ون هين كو غول مكو روكي مودوم ون هين كدي كو سيتنا دوم رضي الله تعالى عنه لقد بويع بالخلافة بعد دفن عمر بثلاث ليال فروي أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام إلى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه فلا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحد ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة حمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان من رأى بجول بتدو بلا بسني بي بموت بتدو بلا بسني بي إلى أن جوك جنتا دي سيرة سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه إن بينا تقن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبي صحابه جيغومو يبي جيبو هون يبي جيبو هن غوتو وانا خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبي تشغال نون بل جماجي تاتي دي سيدنا عمر ويرنا رنغو فوف بكاوري تو goto e mawbe sahaba bitedo Abdurrahman ibn Auf ma sha Allah ebe jewtude e makko ebe disnombo ebe kala ko jiende mabbe poddo wonde khalifa ba'da sayyidina Umar on ko sayyidina Uthman ibn Affan zun nuray kandudo jojiddo e lomtade sayyidina Umar ibn al-Khattab on ko sayyidina Uthman ibn Affan zun nuray wadde mi yodi fofof kubur hen ko hewde hawriti ke sayyidina usman yoga hen non jangtinoma imam ali karramallahu wajha kunnon kubur hen ko hewde e mawbe sahababe e rendo jurbe allah aywa be kawri ke sayyidina usman ibn affan zun nuray kudum sabi abdurrahman ibn auf aywa o yewtide e dental gal o yetti allah subhanahu wa ta'ala oy min yewtide e der koy amen min disnib e der koy amen min tawidon ko buri ko hewde e mawbe sahababe ko buri ko hewde e hilifaabe ko buri ko hewde gade e hilifaabe be kawri e sayyidna usman ibn affan yo jodo e jappere khilafa aywa koni o jojjina e jappere khilafa radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahaba nde wo jojjina e jappere khilafa ما شاء الله او وادي هن كو الله واو نيمبو سوكو تان نون فتناجي دي كي جامانو مكو نون بوري ساكتادي كي جامانو كادي بوري موسدي دوم سابي كان سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه او جودي ما جابيري حكي دوبي سابو ايدي bandiraɓe julɓe tedduɓe laɓɓe saniɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe tedduɓe laɓɓe saniɓe
caggal nde mawɓe sahabaɓe nanodiri pamodiri poɗɗo lomtade sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu on ko sayyidina Usman ibn Affan Zunnurain wadde ko ɓuri ko hewde e mawɓe sahabaɓe e hilifaɓe hellifaɓe ɓe nanodiri ɓe pamodiri ɓurɗo handude ɓurɗo jojjidde e joɗade e jeppede khilafa on ko sayyidina Usman ibn Affan Zunnurain o joƴƴinama hen o joɗima hanti noon o natani golle makko paydude ɗo waɗene rendude islam caggal nde sayyidina Usman joɗi ar wande ko waɗini juurɓe Allah ko ligginade eywa juurɓe Allah e deftere Alqur'anul Karim omo jeeyano e windonnoɓe wahya windonnoɓe alquran wawnoɓe kadi jangin alquran caggal ɗum ɗon kadi ina jeeya e golle paydude ɗo waɗi yajnude juma ɓurɗo windere salawatu rabbi wasalamuhu alayh eywa o waɗi hen dal golle paydunde radiyallahu ta'ala anhu ko noon kadi caggal nde o jooɗi e jeppere khilafa joljele baɗɗe fayida woni uddiddi yoga e leeɗele ɗe gandanɗa hoore ma ni gona leeɗele arabeɓe ko ajame en eyyi ko wayna e leeɗele gonɗe to ira walla gonɗo to ananide to aywa leeɗele russi ɗe machallahu hen leeɗele kewɗe uddita key jamanu sayyidna Usman ibnu Affan Zunnurain radiyallahu ta'ala anhu ɗum saabi aywa wa yurwa anna Abdurrahman qala li'Usman fi khalwa in lam ubayik faman tushiru alayya faqala Ali arandi noon dal sayyidna Usman ibn Affan de sayyidna Abdurrahman ibn Awf noddimo ina yewtude makko ina disnombo o namni mbo an so tawi wana an jofimi yo jooɗo e jeppere khilafa hole on ɗon laɓanta kam reedu hole on ɗon jofotoɗa pour yo won khalifatu rasulillah sayyidna Usman wimo ko imamu Aliyin karramallahu wajha wadde kamɓe e nder koye mabɓe caɗele ala e nder koye mabɓe eɓe jiɗodiri eɓe kosodiri eɓe gandi goto foof ina hande hen ina joccidi hen radiyallahu ta'ala anhum wa an jami'i sahaba wa fi هذه السنة من خلافته فتحت الري وكانت فتحت وانتقضت وفيها أصاب الناس رعاف كثير فقيل لها سنة الرعاف وأصاب عثمان رعاف من تخلف عن الحج وأوصى وفيها فتح من الروم وحصون كثيرة وفيها ولى عثمان الكوفة سعد ابن أبي وقاص وعدل المغيرة وفي سنة 25 عدل عثمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط وهو صحابي أخو عثمان لأمه وذلك أول ما نقم عليه لأنه آثر أقاربه بالولايات وحكي أن الوليد صلى بهم الصبح أربعا وهو سكران ثم التفت إليهم فقال أزيدكم أمو جنك جنت نادي أن تقند سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه جودي أجابير خلافة أيوة تقند ودي قول لبايدون دي دفتر الله كنون كدي إياد مدي juma ɓurɗo windere salawatu rabbi wasalamu alayhi ina jeeya kadi e golle makko uddiddi yoga e leeɗele ɗe gandanɗa hoore ma wonna hen ko heefereɓe Allah walli juurɓe Allah ha ɓe dañi hen polgu leeɗele kewɗe udditama eyyi ko noon kadi kanko sayyidna Usman caggal nde o jooɗi e jeppere khilafa duuɓi jeegom caɗele woodani mande caɗele fuɗɗi duuɓi makko jeegom battiniɗi ɗi caggal nde o fuɗɗi noon hanti nannude
endam makko e gede laamu nannude yimbe galle makko e gede laamu e jettude kadi haqqe makko e fodde makko mo Allah rokkimo ombo jonna dum besgu makko e endam makko ko dentan non hanti yoga e jurbe Allah non tikkinimo taw o saha kadi l'islamo fuddima yajje won hen non ngiri ko sayyidna usman wadado ko dum ko heedo heedo hakkude makko e besgu makko e endam makko o burnibi e do warando jurbe Allah taw non wana non sefuri sayyidna usman ko jidde endam mudum ko kusinde endam mudum ko jegede kar yurmende e besgu mudum dum non basi ala hen kon nan yoga hen ngiru dum ko aywa ombo aywa ombo jingani tan endam makko ha burti ombo wasi kadi wasi tidde e yeso endam makko ay ombo rokki bu ko burti ha ben don ina bewa e dow rendo jurbi Allah dum non sabi joljale fitnaaji di don fuddi neysan kono leedele kewde kam udditama e yappere سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين ايوا ايدو ليدل روسي ما شاء الله كو هيبي هن وديتانو كي جمانو سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وقال الزهري ولي عثمان الخلافة 12 سنة يعمل 6 سنين لا ينقم الناس عليه شيئا وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطاب إلا أن عمر كان شديدا عليهم فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم ثم توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في 6 الأواخر وكان لمروان بخمس إفريقية وأعطى أقرباءه وأهل بيته المال وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها وقال إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لهما وإني أخذته فقسمته في أقربائي فأنكر الناس عليه ذلك أخرجه ابن سعد رضي الله تعالى عنهم جميعا ليسان omo jokko jamtanade en sayyidna usman ibn affan zun nurain o jodi ma e jappe khilafa hakke dubi sappo didi o wi dubi sappo dubi jeegom gadandi ma sha Allah ko kitale jam ko kitale udditare kitale bamtare ala hay goto tikkande hen sayyidna usman ibn affan zun nurain kon non dehi ha dubi jeegom di yawti heddi non dubi jeegom battindeddi don non hanti o wayli jabbal o wayli kedi njubudi golle ma sha Allah o fuddi nannude hanti endam mako ey o yibal dakkini kanko kanka e burno yiddini e sayyidna Umar ibn Khattab no wonno kanka kam o wana mettudo o wana kaddo o wana cettindo ha burti ey kambe ko non de jiirata de yer ko sayyidna Usman o mo newi ko neddo jamyamo mo mettani haadani ey dum sabini be biino a lamu wala jappere khilafa sidna usman kanyum buri dadde buri newade eywa ko dum sabi sidna usman dum mako jeegum battindi di non hanti o halfini gede de esgu mako e endam mako eywa yoga e ledele o jippini ton mawbe sahababe ey nan nda horma kanyum edi nadde edina l'islam kany men kadi edi tampande din l'islam ndeysan yogo hen o jeppini bi e postuji mabbe bi gonno o lemtin do nete kureji makko en dam makko dum non ina jeyano e ko sabi rendo go hanti non e wodi kebe chawuni bu radiyallahu ta'ala anhu kanko non o wiyanno ko haqqe makko ba Allah rokki mo o jetta dum ha timma o wi sayyidna Abu Bakr sayyidna Umar won kambe dawno ko e mabbe dum ko kambe melano e kon non kanko ko ngandanda hore ma Allah har minan dum e makko Allah dawani mudum o dawata o jabata hay ko ta dawu mudum o jettan hakke makko e fadde makko ha timma so foti wadde e besgum makko o wade e besgum makko so foti wadde e ndam makko wade e ndam makko dum ne kadi hay hunde ala hen basi ala hen kon non
ايوه دد رنو جو يعني رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. وأخرج ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري قال: قلت لسعيد ابن المسيب: هل أنت مخبري كيف كان قتل عثمان وما كان شأن الناس وشأنه ولما خذله أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ فقال ابن المسيب: قتل عثمان مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا. فقلت: كيف كان ذلك؟ فقال: إن عثمان لما ولي كره ولايته نفر من الصحابة، لأن عثمان كان يحب قومه، فولى عثمان 12 سنة، وكان كثيرا ما يولي بني أمية ممن لم يكن له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد، وكان عثمان يستعتب فيهم فلا يعزلهم، وذلك في سنة 35. فلما كان في 6 الأواخر استأثر ببني عمه فولاهم، وما أشرك معهم وأمرهم بتقوى الله. فولى عبد الله ابن أبي صرح مصر، فمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمونه منه، وكان قبل ذلك من عثمان هناة إلى عبد الله ابن مسعود وأبي ذر وعمار ابن ياسر، فكانت بنو هزيل وبنو زهرة في قلوبهم ما فيها لحال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة. أمبو جانتنو إنن تقل سيدنا عثمان ابن عفان جودي أجابر خلافة دوبي جيغم تدل ما شاء الله الله كبام تارتان إيا جيندي دوبي جيغم بطليني نون هانتنان أف أويلي هانتي o wayli hante lamugo wonani hen endam makko e besku makko ey don non fitnaaji di fuddi jon non sahabi goto namni holko sabi wargo sayyidina usman o bi ay ala ko sabi wargo sayyidina usman so wana dum do sabu tan o horsini endam makko o teddini endam makko warke fadde mabbe hagga ha timmi yogo hen nandi dum donete ana de day ko heedo heedo e burnudi edda makko e dawrando julbe Allah eywa buri hen musdi non do jette o do bitada Abdullah ibn Abi Sarha o wadi do governor to Masra on ni biton duubi to Masra kono no joji ni ton mojjani jonde makko ton ala ko feewi hen ey Masri yankobe en kuti mombu sabu o nun dani ey wala dani kati wiya no mini hay yarde sangar o mo yara sangar aywa o mo julna dental sahaji di o julna darde ha burta so silmini o yimbele on jeda kadi beeda non fo kadi jamtama Allahu a'lam non bele ko non dum wori wala ala kon ala ayyati hal kanka Abdullah ibn Abi Sarh o waya mono feebi tumo de sayyidina Usman joddi no buton to Masra o hadan hen kadi o bo fiya ويهي ها أوري ها أوري في تاندو أيوة دون نون مصر ينكو بهانت بدي دانتال بنقوم من مصر بكتني مدينة المنورة نقوم ويت يادتو الخليفة أو دوم بو أدني بتونتي ابن أبي صرح أو دي أو مطلنا نقوم كما كتون أو بنتن لورا بجمع إن يلوم أي دي بنغاري نون سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين be jangtinimu ko ibn abi sarh wadata ko ton to masr aywa don non ko reji sayyidina usman e be gande beyru ko bandi be wontonate to tawino ko sago mabbe on don jippintaake ko sayyidina usman badi tono on yo jodo tan aywa hayso tawi yimbe bela ko muni yo jodo tan dum do non moni fitnaaji di bandam en
ايوه ده بنغري ها جمعه بود بنجر صلوات ربي وسلام عليه شغل نجولو ابي كل مني دنتال غال دي كالينون خلكو وني كويد مابي بي غاري كو ييد خليفه غام وايتادي او دو مو نوليتون اون دي او تامبيني بي او لوري بي او مفيا او موارا دوم نون علاكه بي جيدي سوانا يو جيبين بو او لومتين دون غودو اي سيدنا عثمان فودون دي او جاباني نو ونو كوري ماكو جاباني دون نون نو بي صحابابي رضي الله تعالى عنهم كان بي فوف دي بنادي او دو كامارو بي ملتاك اي دوم دو كدي ان جيانو اي كو فيلرت نو كان سيدنا عثمان ابن عفان ايوا سبوتان دي سان كورس ماكو اورتودو اي اندام ماكو رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابه ايوا be ngari non e be jewtide makko e ceran e be jewtide makko ha o jabi o yi waddo joni mi jabi mami ittumo onon joni cobo de holon jiddon mi lumcina tonete kam fo e min jiddo ko lumcina muhammad ibn abi bakr siddiq o do bitade muhammad ko biddo e sayyidna abu bakr siddiq ko on min jiddi lumcina tonete o windi batake kanko sayyidna usman ibn affan tagal ndaw jabini bi mi jabi joni ittude mo ton onon tuba de mo jiddon mi lomtena mo o windi bataki o rokki masri yankobe yebbe naw to ibnu abi sarhat be jettina e makko bataki o so lirum mo war fere ummo ton hanti o acca muhammad ibnu abubakar jodo tonete wona governor aywa bandam en ko don non fitna gidi fuddi ay tagalnde dental gal firliti hanti aywa muhammad ibn abi bakr o hebli ma dental makko e ben kokki masra e be ngoni e lawol lapol mabbe jurgol faade to masra ay de be ngoni e lawol faade masra ha be choyni maccudo balejo ina woni e do mabbata ina moyla moydugol pakitgol ey be njimu tan no wayni heñade be pay be mi o de wana jam yahata be no dum bium an kam hol ko woni hol tinde da o yi min de pami ko to doode to masra to kom nula to net be mi mi mata an wana awana gota e anani dey solde tebe sayyidna usman wala manchu be sayyidna usman o yi e hankay ko kanko nulimi sahajidi ndew hulinde o wi nuli kam ko sayyidna usman sahajidi o wi o yi nuli kam ko marwan be pami non odo ko yahata ko fewani be mbi an hol nulda ma halna amen gongo be cerani e be kalde makko ha o wi be yaymin non nuli kam ko marwan be mbi hol ko hol ko nulal gal o wi be ko bataake mo rokkimi yom nawan yom nawtu ibnu abi sarh be mbi hol bataake woni yala wana bataake de ko halatan kono wana bindol jon non be mbi odo mbade odo yewe bakusuj makudi mbitte yewe mbade losko sobo odo gede makude holnaki besan be ndewi e be puya bagas makko be dabani yide bataki ha be jiji betato batay ko nde yita dum seka be liri batay ko alaki be jiji hen so wana kabaru mbe welani bandiraɓe julɓe tedduɓe laaɓe saniɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe tedduɓe laaɓe saniɓe eɗen jokka jangtade seeɗa sayyidna usman ibnu affan zunnourain radiallahu taala anhu wa an jamii sahaba en mbi caggal nde masriyankoɓe gummi masra gaari madinatul munawwara ngam waytade e sayyidna usman on ɗon bandiko maw lumtini tonete o moƴƴinani gonka makko toon ko piyowo ko barowo te kadi omo hutoro kadi gueɗe karmuɗi aywa ɓuuri hen ko muusi noon ko wargo ngo eyo mawɓe sahabaɓe noon jewtide e sayyidna usman ɓe kalnimo gonga ha o jaaɓi ittude mo toon yoɓe cuuɓa kamɓe ɓeɓe jona o lumtina mbo ɓe cuuɓima
محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او بيندي باتاكي وركي اون دون هانتي تيندي ما مصر كنيوم اي وون ديبي مودوم اي لاول غول نون بي نجي ماتشو دو غوتو باليجو ان ودي دو مباب ان مويلا بي غانجون اودو ايبا نو هنيري ني وون كو وني تشغال ماكو بي نامدو بما انكم holi an ay o wi min ko mi jeyami kay wondi be sayyidna usman ibn affan ay wodi kettindo mo wodi andido odo o mo jeya e maccubi al khalifa sayyidna usman ibn affan zunuray benam mi holi nulda mo sahaji di o wi ko sayyidna usman ibn affan nulimu to governor masra e mi kum joni kay kum menan goni governor mi ko menan joge bataake mo nanda hore maso yettim son on koko yewa tonet halun amen gongo be kulbini mo sahaji de ndawi hinde hawo huli o wi e wadde nuli kam ko marwan be mbi mo hal ko nul makko ko holdum ey e be ngandi ko bataake e namni mo bel en wodi bataake o wi ala wodan be puyi non bagage makko be debani yitudi ha be njiti ha be yiti non bataake be ceegi bataake o holke be njii hen ko bindol aywa ko min Usman ibn Affan min winde ma o do bataake ay Muhammad ibn Abu Bakr o do kanke bo wondi be se be njettima warbe warkaari e kaari warbe ay an jokku jodaade e jappereema dum ne kala gaddo ton wi ina woyto fiidum ay jodo tan ha keba kabaram ay dum do woni ko winda e bataaki wada hen kadi tampon sayyidna usman ibn affan zunurain radiyallahu ta'ala anhu to fofo ko peje wallahi to ala ko selli hen ala ko tabit hen kambe ne be jangi o do bataaki be gandi ko woni hen ko be dañi ko bettibe be dañi ko musibi sabu dum do ko jamfo fete ko joni kambe sabbi jetti no masratan be nyogori ko warede alla tan suudi bi kon se bi jettino mo egypte tan ko editi aywa odo su ko stewi tan edino mo tonade kambe gam hanti gasi ala ko bi tawatron so wana ngandanda horma ina kibli bi wargo ko ni be dutili madinatul munawwara e be kibbiti be nutti madinatul munawwara ne bi jehtu mo tan bi jabbi ha yibbi njuli be njaltine bataake e yeso dental gal be mbi jangge o do bataake ey min jitu dum kay maccudu wala soku al khalifa sayyidna usman dum do woni ko winda hen de bataake o janga tan mawbe sa fo dañu ko musede men dañu ko bettu men sabu dum do holno way wonirti eywa e pelde no wadde batu be mbadde batu be sayyidna imam ali noddi sayyidna usman ibn affan e yeso batungu o jodi o wimbo o do suku ku sukuma o yumo ay o do jaka les kalfanteram o yeltina bataake o yoo o do bataake dum do ko bindima o wi bindidi ala bindidi wana bindam o yi o do tampon wana tampoma o wi tampon de ko tampom ko min de kon bindidi wana min windi Imam Ali wi an bida o do biddo gorko ko maccudo ma ko waddi no ko an jey bataake o do woni hen ko tampoma jonnan biya ko winda ko bataake wana an windi o wondi e mangu Allah o wi o do ko maccudo makko ko waddi no ko kanko jey tampon ko tampoma ko kon dido bindi kan wana e makko ummi o wondi o wana e makko ummi don non be pammi dum do ko peje marwan non en don e der galle makko ko bandiku don non fitnaaji di fuddi bandam en don tan non handi fitnaaji di fuddi be mbi mun non bayri ko ni bindudo o do bataake min jidi ko ndoka min yeltinu ga ndoka amin ga min golindire makko sayyidna usman sali o ma andi so rokki marwan tan be baran on don eh don non ndeysan fitnaaji de fuddi bandamen aywa
be ciyarani e be pont ndere makko e be kalde makko kono be pamu ndirani don non julbe alla hanti yoge hen hanti be jelti e sagoji mabbe be bi bayri koni kambe njogonno warede dum do fotani wonde hanane wonde ko jamfo won don be jehi be tari galla sayyidna usman ibn affan e be bi mo non hanti o be badan bo embargo aywa hay hunde nasar to makko hay hunde kede yalta to makko eisan wadama embargo nyalaw maji musdi hay ngura ko ko gese hala bi cer hay njaram tan ke be njaram tan ko gese hala bi cer ndehi ha bisungu tampi ha tampi ha tampi o wadi erango o wi mate onon wonbe mel imam ali enan don e der mon be mi mu ala imam ali ala do onam mel sa'd enan ton bi ala sa'd o wi sti imam ali nani dum do de madan ndiyam de san bisngam bu yara de be kalni imam ali karamallahu wajha deysan ko sidina usman jamti ko o yemiri yondiyam eba yondiyam mashallah joge ha yona naweto galle sidina usman ibn affan zunurain radiyallahu ta'ala anhu fitnaaji de hande fuddima don non de imam ali ni ha andi kam be do julbe alla hante joni be natini fitna ala ke be jiddi joni so wana yande e dow galle sidina usman ibn affan kanko o wadi fodde makko e hakke makko ha timmi o jotti suka makko bo jibini woni sayyidna al-hasan e sayyidna al-husayn o nulibi wode kede wabbe bo waddi o wi njehe to galle al-khalifa usman ibn affan tino de e den ka makko hoto hay goto yan e dow makko onon kalfinmi den ko makko kanko e besku makko wadde imam ali karamallahu wajha o wadi ko wadi non ba hakko makko sayyidna usman kala perte ko kam kanko o jeyaka henete radiyallahu ta'ala anhum jami'an aywa ko ni ndeysan be jehi be gonde sayyidna usman kon non e be pamde e limore wodi na yoga kade e sahaba be ngari tawtibe don kono e be pamdi ay hante ko taribe ko yenti hen kadi yoga e juddal al ngana hor makko nyumen kadi ina chawonno sayyidna usman ganyam tumago won hen kadi ko nanno be hesbe e din islam e fu hande madi hen profito fitnaaji de fuddima banda men be tari galle sayyidna usman be mi doyeto jabaane yaltinde marwan o rokkabe marwan hanti be badan mo embargo nyamde natata to galle makko njaram natata to net hay wundi kadi yalta to ara en nata en erenngo dum don non musino feewi fakiti be san dum accani ha be pellite yande e dow sayyidna usman ibn affan zunnurain radiyallahu ta'ala anhu koni be natire galle makko tagal de be yewte e der koy mabbe ha be nati e der galle makko aywa dum accani ha be mbarimbu radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahaba fa balagha aliyan anna usman yuradu qatluhu fa qalu innama aradna minhu marwan فأما قتل عثمان فلا فقال للحسن والحسين اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحدا يسيل إليه وبعث الزبير ابنه وبعث طلحة ابنه وبعث عدة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عثمان ويسألونه إخراج مروان فلما رأى ذلك الناس رموا باب عثمان بالسهام حتى خطب الحسن ابن علي بالدماء على بابه وأصاب مروان سهم وهو في الدار أمو تينتنا كنجكتنا نكواناني وبي بسيدنا إمام علي كرم الله وجهه ناني ديسان إيرانغو سيدنا عثمان e galle makko be keydi be dum di o wadi fodde makko imam ali karamallahu wajha o nuli tonate mashallah be nawon be kebe kata jini ko ndawi ha o andi kadi be do be pelliti ko yande e galle sayyidna usman o yamiri so ka makko jida sayyidna al-hasan e sayyidna al-husayn mawbe sabe fo kala gote fo kanyum nuli bingel mudum yebe jaadu e sayyidna al-hasan wal-husayn ben dena
ايوه قال لي الخليفه سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابه نبين قال لي بي من اندي هون من جدا اي مكه سوانا يورك من تن مروان قد ما لا ستبين تن ويتي اون دون اورك امن فتنه او غس حاده دونت كون ستبي او سليمه من اني من غتشتا اي سبكو جام في يانكي بوندو جوغون نو وند سبب ها من بريت مصر اي اون دون كوكو لوردي الله انو لا دو مودوم لوردي كاتي الخليفه دوم نون خليفه او فوتاني مفتي دون دون او فوتاني موغدي بانديكو هاي ستي اون كو بانديكو كو ودي كو فيواني ديسان ايوا دوم داتياني دوم داتياني ها هانتي بنجني ادو مكو وبلغ الخبر عليا وطلحة وزبير وسعد ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي أتاهم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا فاسترجعوا وقال علي لابنه كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد ابن طلحة وعبد الله ابن زبير وخرج هو غضبان تقلنا بناني نون نون سيد مي كده ايدن جاني كنو يبرن سيدنا عثمان وجو جيد جوتا تدت نبا سندق بنا فوق ايوا توما دي كبار اونن حنتي ساتي سيدنا عثمان دي بناتي قال لمكو بمبريمو دون نون امام علي اري امو بسحبابي ومو هال دي سكاب مكو ديدا او نول نوتون سيدنا الحسن سيدنا الحسين hante o lawima e dow mabbe o wi onon honno mbawata mun do yeto odon belsido ha be do aywa fitni yankobe jana e dow sayyidina usman melam yemna on yo on den den ko makko aywa ndaysan o fi hello sayyidina alhasan o fi e bekke sayyidina alhusayn o hudi ndaysan o do ne one yennudi muhammad ibnu talha ya abdullah ibnu zubair on be onon war khasban odon bersindo ha sidna usman nabare holto gondo don deysan o mona tan fela be gore e wa na yurmini be en kadi soko alla hay hunde babani hen wadde no mona gejje de ko yehi ha i halti yelti juude mabbe be noti hatan dental gal e nono dental gal angal hebi e wa te kambe be pamde e limore ko dum sabe be bawi fewditade سيدنا عثمان ورغون موسى هي كوتو دو وصفه دو ونو يرمني اي وجاء علي الى امرأة عثمان فقال لها من قتل عثمان قالت لا ادري دخل عليه رجلان لا اعرفهما ومعهما محمد ابن ابي بكر ديسان سيدنا امام علي كرم الله وجهه واري e cuddiɗo sayyidina usman latifa desan omo namnobo e kibaru holno sayyidina usman bardira sohna joyi min mi anda gandimi kam ko warɓe ɗiɗa ɓe naati eɓe gondi e muhammad ibnu abi bakr eyi eywa ɗum kam mi ɓe andi ɗum kanko muhammad ibnu abi bakr ona de e worɓe ɗiɗa ɗon noon imamu aliy noddi muhammad ibnu abi bakr siddiq omo namnombo ko sohnajo wi ko an de wiyama ko an naati ɗon e worɓe ɗiɗa eyi on ne kadi wi o fenani de o haali gongo de kono noon wallahi dakhaltu alayhi wa ana أريد قتله فذكرني أبي فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى والله ما قتلته ولا أمسكته فقال امرأته صدق ولكنه أدخلهما إمام علي كرم الله وجهه ونمنيما محمد ابن أبي بكر إكو تدير سيدنا عثمان جنتيكو أوي أوهالي قومودي فنان دي كو جنتي كو نون دون ووري كو مين نادرن اور بيديدا
kon non mi wondi e mangu Allah de nasan mi de be jeguno anni ya warde bo sabu ko mi danjo ko musimi o mona suuda jam fi kam ganda horma ko ko jogono sabade war ngam min e be gudunombe kon non de nadi mi de e makko o suftirni kam babam we kam an woni Muhammad ibn Abi Bakr o mo jangto e babam o mo jangto e babam ha ko jangti ko dogi bandam du ey nungtimi kon me mani bu mi wondi e mangu Allah hay dum ni mi nimsi ey don non tujjudu sayyidina Usman ibn Affan o wi o hali gongode e ndaw natinde e o sacci e ware makko o mo ndaysan o mo wi ambo holko sabi telida rukda min o do Marwan on yimo ka an Muhammad ibn Abi Bakr ko an jagate chomcham ko an jagate waram Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq jom babu mojo teddudo ndaysan o mo jamto ha on bandu mudum dogi tan o accimo ewa don do accimo do non heddibe ben o hay hunde o wawanabe e beydo o rumtima o yihi don non heddibe ngari njani e dow sayyidna Usman ibn Affan zunnurain ndaysan dum do woni ko Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq jenti tiagal de Imam Ali karramallahu wajha nam nimbu holko mawda jabaade e sohna Latifa wodi tuddi de Sayyidna Usman ko jamti ko ka an nadi son e worbe dida o wi o hali gongo be jegen wi anni e warde mo sabu ay wa mofte dambo o do jam fi yanke e kon non do sutune kam babo yam bandam dogi ha ngaccu mombo te minnim si kadi holko sabe nan mi galle mako radiyallahu ta'ala anhum jami'an. وكان قتل عثمان في أوسط أيام التشريق من سنة 35، وقيل قتل يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء بالبقيع، وهو أول من دفن به، وقيل كان قتله يوم الأربعاء، وقيل يوم الاثنين، لستة بقين من ذي الحجة، وكان له يوم قتل 82 سنة، وقيل 81 سنة، وقيل 84 سنة، وقيل 86 سنة، وقيل 89، وقيل 90. قال قتادة: صلى عليه الزبير ودفنه وكان اوصى بذلك اليه. ان رابي جول بي تدو بلا بسني بي بي موجي بي تدو بلا بسني بي تغال دي دو جل دول جرميني دي وي سيدنا عثمان ابن عفان ويني وشهدني هتاد شابنتت اجوي تغال فرق بوت دمين جل صلوات ربي وسلام عليه نحور نو اجمع الجمع بل دي جيتت انا يوتي elawru hajju aywa o wirna e jamma nyalawma alet hakkundi futuru e geje e do baqi'a do bamule baqi'a e nokko do wirna do ko kanko sonno e jawdi makko o yaagne dum bamule baqi'a aywa wiyama kede nyalawma warma hawrno ke nyalawma alarba wiyama kede ko nyalawma altini aywa ala ayati hal e wiyama o mo yaretino e duubi chapande jeetati e didi wiyama ko jabande jeetati e go wiyama ko chapande jeetati e nay wiyama ne duubi chapande jeenay aywa juuli mbo ko Zubair kanko wasiyino yo Zubair yo Zubair jurmo so tawi o rutti e wirmene jomirado ndaysan aywa wa akhraja ibnu ajd ibnu asakir min hadith anas marfu'an إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان حيا فإذا قتل عثمان درد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة وأخرج ابن عساكر أن يزيد ابن أبي حبيب قال بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان
عامتهم جنو هيسان ان جاء اكاي ساجي دي الله وجن سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه بين دون جنفي نودو سيدنا عثمان كو هيبي هن نيبولي كو كيبتي دومن won hen ko nyabuli kadi won hen ko nyabuli tan kulbini di wa shahudini kanga sayyidna usman ibn affan zunnurain radiyallahu ta'ala anhu qutila usman yawm aljum'a 18 dhil hijja sana 35 min alhijra wa wi sayyidna usman o warama e nyalawma aljum'a no hawrno e sappoy jeetati e lewru dhil hijja dum kadi jangtama hitande تبنتتي اجوي تاغال فيركو بوت لبن جرا صلوات ربي وسلام عليه نهورني دوبي تيمد جيغوم اي تبنت جوي اي جيغوم تاغال جيبيناند سيدنا عيسى ابن مريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم دوم نيكو تاغال تاكوسان اي ليسان وقال ابن اسحاق قتل عثمان على راس 11 سنه و11 شهرا و22 يوما من مقتل عمر بن الخطاب وعلى رأس 25 من متوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن إسحاق وجنتيما وبي ورغو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة كتغل دوبي سبو إيغو إلبي سبو إيغو أيوة بلدنا وقاس إديدي تقال ورمو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي او يورنا سيدنا عثمان كوماندي كو تقال دو بي سابو ايغو باو دي لب بي سابو ايغو باو دي بل دي ناوغاس اي دي تقال ورمو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي او ويرنا نون تو باقيا تو ويرنا تو en biyena ka kanko sorno dum o beydum e bamule baqi'a o yani dum hayaji radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahaba ma khalafa usman kana li usman indahu khazana yawma qutil aywa o mo jangto ngalu sayyidna usman ko accuno ko sagal mako ma sha Allah e ngalu no wayni hewde ko heewi hen non o wasin dum yo wade aywa e walludi durbe Allah ma sha Allah o jantinoma e wasiyaje makko ko bon hen ko heewde e jawdindi yo rutina e miskinabe Allah radiyallahu ta'ala anhu wa an jami'i sahaba قتلة عثمان وخازلوه أجمع أهل السنة على أن عثمان كان إماما على شرط الاستقامة إلى أن قتل وأجمعوا على أن قاتليه قتلوه ظلما وكان فيهم من استحل دمه فقد كفر ومن تعمد قتله من غير استحلال كان فاسقا غير كافر والذين هجموا عليه واشتركوا في دمه معروفون بقطع فسقهم بندرا بجول بتدو بلا بسنيبي بمجي بتدو بلا بسنيبي وبي تقلد سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين ويني وشهدني بين دون فتني ينكوبي أرنو بقال لمكو يتاري قال لمكو بمبادي مو أمبرغو نيالو ماجي بدوي مو نيام دي أيار دي بدوي بسكو مكو نيام دي أيار دي ولبتي ولوري كان كي بسكو مكو نيالو ماجي موس دي فاكد دي على باودوم هن حكد دي سوانا سيدا إلي موري جول بي ألا بكيواني ko do hun ko hewde fofof ko yaltube doftare ko nadde nadde fitna en jayano e daribi ma sha Allah e ser makko mawbe sahababe
جلي إمام علي كرم الله وجهه إبسم مك هاي مو بساب كنون بيد إب بامد إلي موري على كيف بيعوني رنغو أيوة دم دتشاني هابينا تقال مكو بنجني إدو مكو وشهوديني أيوة بكاوري نون كان بفوف بمبي عثمان ابن عفان كان إماما على شرط الاستقامة لأن عثمان ونين خليفة مجد نون دو بوتي دو أي. هانون دي دو فتنة دي دو جل جل لنغري أيوة ها يتي دو يتي دو كون سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه قالك الله ركنوم قالوا قالك الله ركنوم اجام براغ فبه وبدئ دم ايدين الاسلام ها وشهدين ودني شرف الشهادة رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة وجنتي منون بيندون من عند دهور ما كم بنجني دوما كو بيندون كم كم يلتو بدفتاري إن هرسيني نون رودة إيلي ما بي نوونو يوغا هير كدي ما شاء الله أيوة سيرا جو من إنا جنتي كون نون فتنة جدي إنا يرميني فبوف حال دتاكو ونكو حال دتاكو ونكو حال دتاكو أيوة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعفى الله عما سلف وحاسبهم الله جميعا برحمته لا بعضله بان را بجول بتدو بلا بسني بمجي بتدو بلا بسني من غير ديمون هادو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين الشهيد يا الله ولو ان دانيان ابرك قرد ويندر صحابة مكو ايين بغال مكو نوين بلمت وما ذلك على الله بعزيز إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب جعلنا الله جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا أبو محمد الأمين يحييكم من دبي ويستودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.